من واتساب. يا بسم الله. اذا متابعي الكرام، متابعين شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. غنشوفوا اليوم واحد القصه، يعني ندير واحد الشاب اللي جا من واتزم، اللي تبارك الله واحد الموهبه اللي غنخليكم غيعرفكم براسو وغي يقول لكم الموهبه ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وخير ما نبدا به ايات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. صوت رائع، اللهم بارك. صراحة الله، يعني بعد ما يعني بدأ فات تلاوة القرآن، والله إلا لحمي كامل بورش. الأخ جيت من مدينة واتزم. جيت أخي من مدينة واتزم، تنقلت هنايا، تواصلت مع الإخوان وتنقلت هنايا، وتحية كبيرة لكم، لأن من خلال المنابر ديالكم يمكن نوصلوا الصوت ديالنا، وكي يعني المتنفس اللي عندنا، اللي عندنا دابا حاليا. اليوم جيتي باش وصلت الصوت ديالك؟ اليوم جيت باش نوصل الصوت ديالي للمسؤولين. فعلا كنقول لهم الطاقه والله فينا. راعي ولا الظروف ديالنا، راه حنا ماشي يعني كنطالبوا شي حاجه اللي مستحيله. راه حنا ما بغينا لا دور لا قصور، ما بغينا لا جاه، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا العيش الكريم، بغينا أنا تكون عندي مستحقات ديالي، يكون عندي السكن، تحفظ الكرامة ديالي، ما كنطالب حتى بشي حاجة من غير هادشي. واش هادشي اللي كنطالب به واش مستحيل؟ واش هادشي اللي كنطالب به دابا حاليا حنا في هاد في هاد البث هذا المباشر؟ الصوت التليفون. إذا متابعي الكرام، متابعين شوف تي في، يعني صراحة الله، يعني كما أدى الشاب اللي ذو احتياجات خاصة، اللي عنده واحد الموهبة رائعة جدا، يعني كما سمعتوا على البداية تلاوة القرآن، والله لا لحمي أنا بورش وأنا جالس حداه، يعني صراحة الله كما قال هذا الشاب، يعني خاصكم تلتفتوا مثل هذا الشباب، خصوصا هذا الشاب ذو الاحتياجات الخاصة. غنخليكم معاه يعني كما اخي الكريم. انا غادي نمشي على حسب اللي كان مرسوم ليا في البال ديالي، لان اول مره ملي غيتحط اول فيديو غيتحط في الصفحات الفيسبوكيه ديال التجويد ديالي، انا كنت كنتظر من هذيك اللحظه غيكون التدخل ديال المسؤولين. من بعدها ما كاينش، لجأنا، مشينا، دقينا الابواب، راسلت، يعني كان لقاء مع منابر اعلاميه، درت نداء، والو ما كاينش شي التفاته لحد الساعه، ما كاينش شي التفاته. واش حنا ماشي من حقنا؟ واش ما عندناش حق في الدوله؟ إذا كانت الدوله هي الام ديال المواطن، انا واحد من ابناء المواطنين ضايع. لا اله الا الله، محمد رسول الله. عمرك استفدتي من هذا الشيء ديال الاحتياجات الخاصه؟ ما عمرك يعني بحال يعني مثل يعني ما عمرك يعني استفدت يعني في شي مؤسسات ولا؟ ما عمري استفدت من شي حاجه، واللي غيقول لك استفدت انا موجود. ما عمري استفدت وما عمر كانت شي التفاته من شي مسؤول، وهنا كنقول فيها عبر
البث المباشر، واي مسؤول يقول كان شي التفاته لطرفي انا موجود، ما كاينش شي التفاته. مشيت تصور درجه ان قلت لك العمل كان عندنا تما في واحد المؤسسه اعلن على الافتتاح ديالها، ووعدني بانه غيستقبلني في العمل، ونهار مشيت خرج لي واحد اخر باش ياخذ نعدي المعلومات، ما رضاش حتى يستقبلك، مع ان صاحب الجلاله كيعطينا الاولويه، وصاحب الجلاله كيلتفت لهذه الفئه هذه وكيعنقهم ويبوسهم، دام الله نصره وعزه، وهو لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني ما كاينش التفاته، يعني ما كاينش اللي يعني يسول فك، يعني ولو عندك تجويد، يعني موهبه في تجويد القران. لحد الساعه، لحد الساعه، حتى ذاك المنصب، حتى ذاك المنصب ديال الموهبه، بان سمعت عندك موهبه اخرى، شنو هي الموهبه اخرى باش تعرف؟ ان شاء الله انا غادي نقول الموهبه اخرى. حتى ذاك المنصب ديال المؤذن اللي يعطيوك الاذان غير على اضعف الايمان، المنصب ديال المؤذن يعطيوك غير هذاك الراتب ديال ويخليوك تعيش به وتحفظ الكرامه ديالك وما تلتفتش للناس. يعني حتى كتقوم بالتأذين واخا تعطينا يعني بشي، يعني حنا باش نوصلوا الصوت ديالك للمسؤولين بمدينه وتزم باش يلتفتوا لك، لان صراحه كما قلت لك اقسم بالله بعد ما تليتي ايه القران انا لحمي كامل بورش عليا، لانه صوت رائع. انا غنعطيك دابا مادام اننا باقي ما ربما واش وصل الظهر تقريبا او مازال؟ مازال مازال. انا غنعطيك غير من باب التذكير، من باب التذكير ديال الاذان. واخا. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، صرحة الله، يعجز الكلام. يعني يجي فهاد يعني بس شاب يعني تبارك الله حافظ يعني ايات القران، يعني كي يقول لك بانه يعني تيقوم تيأذن، يعني عنده موهبه اخرى، ما كاينش شي مسؤول التافت ليه او لا يعني سول فيه. اليوم هو كيوجه الرساله يعني عبر قناه شوف تي في قناه الشعب، يعني باش المسؤولين يحاولوا يلتفتوا لهذا الشاب اللي عنده واحد الموهبه، اللي موهبه صراحه الله. انا والله لا تنقول لك لانه قرا الصوره وانا لحمي كامل بورش عليا. الموهبه الثانيه اللي عندك، الموهبه الثانيه اخويا هي القنص، لا اله الا الله، هي القنص، هي القنص خويا، واجيد القنص بامتياز، وك عده مناسبات راه حضروا فيها مسؤولين، راه بالنسبه للمناسبه ديال القي بن صالح ديال التير راه حضروا فيها مسؤولين، راه كان حتى الوزير مبديع. كان العمل ديال الفقيه بن صالح، وغير مؤخرا العمل ديال الفقيه بن صالح راه حضر معايا في الافتتاح ديال المحميه ديال بني حسان، وافتتحت في ايات بينات من الذكر الحكيم. ورغم ذلك ولو انه هو تا هو ماشي انا تابع للجهه ديالو، حتى هو كتبت لي طلب وعطيته كتاب خطي، عطيته طلب مكتوب خطي بالخط ديال ايدي، ومازال ما باقى ما تفتحش الفرصه باش المشاهدين الكرام يشوفوا جواد الحداوي كيفاش كيكتب، شوفوا جواد الحداوي كيفاش كيرسم، شوفوا جواد الحداوي يعني شي حويجات اللي لا اله الا الله، لان تبقى الاعاقه اعاقه عقل، مادام ان تيكون عندك العقل كتمي داكشي اللي عندك في الجسم ديالك تتوظف في الحوايج اللي هي ايجابيه. والحمد لله، الحمد لله، لان الله تعالى سبحانه وتعالى اعطانا واحد العقل تنميزوا به الصواب من الخطا، وتنوظفوا هذه الحويجات اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى في الحوايج اللي هي ايجابيه. خويا جواد رغم الاعاقه كتكتب كترسم، يعني رسم جميل، اي حاجه توقعت لك ببالك ولا يرسم عندك. المشكل فين كاين جواد؟ المشكل كاين في المسؤولين بكل صراحه، ما نضركوش الشمس بالغربان. فعلا انا من فضل الله سبحانه وتعالى انني ما كتبتش ليا نقرا، وتابرت وقريت. تصور ان شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه كيقرا في الدار ديالو، في الدار ديالهم، ومن بعد مني كتوصل عنده القدره تيولي هو كيمشي يبري باش يكمل
وعاوني واحد السيد الله يكثر خيره، كان في واحد المؤسسه، ومشيت لدار القران وتعلمت نكتب، تعلمت نقرا، تعلمت القران، علمونا حوايج اللي هي ايجابيه. ولكن فين هو الدور ديال الدوله؟ فين هو الدور ديال الام؟ فين هو الدور ديالها؟ فين هو الدور ديالها تجاه جواد الحداوي؟ والجواد الحداوي ما كيستحقش ان تكون منهم التفاته، والجواد الحداوي ما كيستحقش ان يكون عنده راتب شهري تا هو يعيش بكرامته. والجواد الحداوي ما فين هي الحقوق اللي كيعطيه الدستور؟ ما عنده ما تحق ما مستافد منه لحد الساعه. علاش؟ واش دابا ملي كتشوف تتصيب ناس كيتخلصوا وهما في قواهم الصحيه كامله، تتسولوا تيقول لك فلان عيط على فلان وكذا، واش انا حقاش ما عنديش على من نعيط؟ ولكن راك الله سبحانه وتعالى كان عيط لي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. راه هذا هو اللي كيخليك تمسك وتصبر، لانما يوفون الصابرون اجورهم بغير حساب. يعني انت طرقتي جميع البيبان اخويا جواد، ما كاينش شي حد اللي سيجب لك. انت يعني اليوم بغيتي تكون في واحد المسجد، يعني تقرا القران، تأذن بالمصلين، ما كانش يعني شي استجابه والو. كاين حتى شي حاجه لحد الساعه. لحد الساعه راه شوف اخي الكريم، واش دابا منطقيا نهضروا بالمنطق، واش انا كنطالب شي حاجه اللي هي مستحيله؟ انا ما كنطالب شي حاجه اللي هي مستحيله. واش انا باغي شي كرسي، باغي شي حاجه، باغي شي منصب نطلع ليه؟ كنبري على شي حاجه؟ كنبري على العيش الكريم. بغيت باش نعيش حتى نلقى مولاي، هذا هو اللي بغيت. الدنيا قانع من وما فيها، لان الدنيا ما هي الا رمشة عين، ما فيها ما كتسوى حتى شي حاجه. ولكن بغيت داك العيش الكريم، ما بغيش نكون عرضه للشارع، ما بغيش نكون سنمد ايدي، لان النفس راه صعيبه. بغيت نعيش انا العيش اللي هو كريم، نكون في السكن ديالي، نقوم بالمسؤوليه ديالي كما ينبغي. كنوجه النداء لصاحب الجلاله، لان راه ما بقاش عندنا على من نشكيو من غير الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله، باش نكونوا واقعيين. يعني متابعي الكرام، صراحه قصه جواد قصه يعني صراحه لا تدمي القلب، قصه اللي انا والله جالس حداه، وكما قلت لكم لحميتي بورش عليا، لانك تلقى شاب يعني كما جواد، لان جواد ذو يعني اعاقه كما قال، فيما يقدر يمشي يبدا يطلب يسعى يدير يدي، كل شيء غيعاونوك، ما كاينش اللي غيبخل على جواد. الا مشى يعني لشي بلاصه او شي يعني شي ستوب او شي مكان يعني وطلب المساعده من الناس، راه ما كاينش اللي غيبخل عليه، كل شيء غيعطيه. ولكن جواد تيقلب يعني على شي حاجه، يعني ولو يعني عنده اعاقه تيقلب على شي حاجه يخدم بكتافه. يعني جواد يعني طالب يخدم شي حاجه اللي هي يعني بالحلال، يعني ما بغاش يمشي السعايا او لا، يعني تيطلب شي حاجه كما قالك، تيطلب شي حاجه من حقه، لان جواد يعني من ذو احتياجات خاصه خاصو يستافد يعني في عده اشياء. هو الان جواد يعني كيوجه الرساله الى المسؤولين بمدينه وطزم باش يلتفتوا لهذا الشاب، لان هذا الشاب موهبه والله العلي العظيم، لانكم كما سمعتوا يعني غير تلاوه القران كيفاش كانت يعني في البدايه. جواد يعني صراحة واحد الموهبة اللي خاص يعني الناس يعني المسؤولين بمدينة وطزم يلتفتوا لهذا الشاب هذا. جواد شنو تبغي تقول للناس يعني المسؤولين اللي كيتابعوك اليوم عبر قناة شوف تي في قناة الشعب، شنو تبغي تقول لهم؟ تنقول لهم رجاء رجاء عطوني غير الحق ديالي، ما باغي حتى شي حاجة، ما كنطلب حتى شي حاجة اللي هي مستحيلة، بغيت الحق ديالي، وبغيت نعيش بكرامتي، وبغيت نعيش بالدماء ديال الوجه ديالي، ما بغيتش الدماء ديال الوجه ديالي تتباع كاع كيف ما كان، لان كتبقى سهلة تمشي يعني كيما هذه وانت ما بغيتيهاش، تمشي غير الشانطي حتى شي واحد ما يرضاها، انت ما ترضاش، ولكن عارف بان الناس غيحنوا فيك لان غيشوفوك يعني وعندك عذر، عندك عذر، لان راه بين يعني اليدي للرجلين يعني اعاقة، الناس غتعاطف معك تعاونك، ولكن انت ما بغيتيش هذيك الطريق. مادام ان كاين الام اللي هي الدوله، علاش غادي نمشي انا نلجا لهذاك الباب؟ واش الدوله ترضى لي هذاك الباب؟ واش الدوله اللي هي كيقولوا في المنابر ديالهم الاعلاميه بان كيخدموا ولاد الشعب؟ ها انا ها واحد من ولاد الشعب، يا كيقولوا بغيت تقدموا بالمغرب القدام، ها واحد من ولاد الشعب. الا كانت اصلاحات اللي هي جذريه راه خاصهم يبداو من هذه الفئه هذه، واش كاين شي فئه اضعف من هذه؟ راه الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما ترحمون وتنصرون بضعفائكم، واش كاين شي فئه اضعف من هذه اخي الكريم؟ راه ما كاينش، راه يعني العين بصيره واليد قصيره، ها حتى الا بغيت تعيش، الا بغيت دير شي حاجه اخرى وتعيش منها راه مستحيل، لان عندك اعاقه من نوع حد، ولو ان راه الحق سبحانه وتعالى على كل شيء قادر.
سواء كتب لنا المسؤولين غيعطيونا الحق ديالنا وغادي نعيشوا به، راه غادي يكتب على يديهم. ما كتبش لان الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. احنا انا بالنسبه لي من هذا المنبر كنوجه تحيه لكل من غيتعاطف مع جواد الحداوي، كل من غادي يبارطاجي، وكل من غيوصل الصوت ديالي، غنقول الله يجعلك في الميزان المقبول، والله يجعلك ذخرا يوما ان تلقاه. لان الا كان كيشوفوا المشاهدين الكرام والمتتبعين وكاع اللي غيتفرج في هذا اللايف هذا، الا كان كيشوفوا جواد الحداوي ما يستحقش انه يبارطاجا وما يستحقش الدعم، هذه كتبقى حاجه اخرى. يعني كنتمناو كما قال الاخ جواد، يعني اللي ما قدرش يساعد جواد يساعدوا غير بالبارطاج باش توصل الرساله ديال جواد، لان جواد فعلا يستحق المساعده، يستحق يعني وظيفه، يستحق حتى هو واحد الشهريه ديالو. حتى هو قال لك بانه ما كرهش يمشي للجامع غير يبقى يعني اذن يصلي بالمصلين، ولكن اليوم كنشوفوا في غياب الناس باش تاخذ بعين الاعتبار بجواد، ما كاينش اللي يسول فيه او لا يعني اعطاه يعني شي فرصه. اليوم كنتمنوا عبر قناه شوف تي في قناه الشعب يعني يحاولوا يتصلوا بجواد، للرقم ديال جواد غيقولوا لكم، وتنتمنى يعني كنتمنى اللي ما قدرش يعاون جواد يعاون غير بالبارطاج باش يوصل الفيديو ديالو للناس المسؤولين. الرقم ديال جواد الهاتف اخويا، الرقم ديال جواد الحداوي 06 15 71 42 04، 06 15 71 42 04. اذا المتابع الكرام، هذا هو الرقم ديال جواد، جواد ابن مدينه وطزم، اللي يعني ما خداش حقه في الاعاقه، ما خداش حقه. اليوم كيوجه الرساله الى المسؤولين مدينه وطزم يعني باش ياخذوا بعين الاعتبار جواد. جواد شنو هي كما قلتي الوظيفه اللي بغيتي انت، يعني كما قلتي بغيتي تخدم يعني بكتافك، ولو يعني ما عندكش اليدين بغيتي شي حاجه اللي يا ريت كون التفتوا لنا المسؤولين، يا ريت كون كان عندنا غير اسميتو يعني كون عندي غير انعاش دائم، غير هذاك الانعاش الدائم تقدر باش توفر بعدا على الاقل اضعف الايمان، ولو غير الانعاش الدائم باش تلبي الحاجيات ديالك، ولو ان ما غادي دير لك والو، لان راه الحمد لله كون عندك غير واحد الراتب ديال اللي على الاقل ولو يسدد لك غير واحد النصيب، راه الحوايج الاخرى ولله الحمد تتابر وتجتهد يعني كدير اللي في جهدك باش توفرها، ولله الحمد. اللي كنطلب من المسؤولين ومن العامل ديال عملات اقليم خريبكه انها تكون واحد الالتفاته بعين الاعتبار، لان راه ماشي شي حاجه اللي هي مستحيله، بعين الاعتبار هو كيشوف الحاله. يعني كما قلت في الفيديو السابق، جواد طير بلا جناحين، داك الطير كتشدو كتنتف ليه الجناحين ديالو، هكاك جواد الحداوي غتلقوا واحد المسافه وغتشدو. جواد الحداوي ما كتنقصو الا ديك الدفعه باش يوصل الحوايجات اللي هو كيطمح فيهم، لان جواد الحداوي راه ما كيتسناش باش يمد ايدو، جواد الحداوي راه كيتابر على نفسه، يعني ما كيخليش من الجهد ديالو. الحاجه الوحيده اللي كنخلي منها في الجهد ديالي هي مني كتشوف ان تحقرتي في بلادك، ظلمتي في بلادك، حقروك اللي هما مولي الامر ديالك، يعني العباره واخا تقول لي تقول ما غاديش توصل، لان مادام ان صاحب الجلاله كيعطينا الاولويه احنا من ذوي الاحتياجات الخاصه وكيعطينا الاهتمام، ويعني كل الحويجات يعني تعطات من صاحب الجلاله، احنا ما وصلتنا منه والو، احنا اللي حد الساعه ما وصلتنا منه والو. اشنو استفاد جواد الحداوي من توصيتي كيوصي بها صاحب الجلاله الملك محمد السادس ادام الله نصره وعزه؟ بالنسبه لجواد نسولك اخويا، حتى من لاكارت ديال الاعاقه بالنسبه واش ما تخليت عليه خويا؟ تخليت عليه، لان ملي كتطلع لخريبكه ما كتلقاش الطبيب ديال العظم، خاصك ملي تشد شهاده طبيه اللي كتثبت الاعاقه ديالك من السبيطار ديال الدوله، خاصك تمشي حتى لبني ملال وتجيب الدوسي من بني ملال ترجعو ثاني حتى لخريبكه، ومن خريبكه عاد تنقل ثاني لوطزم. ايوا الا كنت انا كنقدر ندير هاد الحويجات هادي، علاش غادي نطالب بالدوله؟ رانا كنطالب بالدوله باش التفت ليا، كنطالب بالدوله باش تراعي الظروف ديالي. راه شي التنقل باش جيت من وطزم لهنا للرباط ويشهد الحق سبحانه وتعالى وهو اعلم، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الى الترونسبور ديالو انا ناقصه من المصروف ديالي. يعني حتى الترونسبور ما كاينش مساعد، يعني تتخلص ترونسبور جواد ما كاينش، ما عندهمش كيديروا لك، انتوما كيخلصوا رخصه ما عندهمش كيديروا لك. اش غير
حاجة واحدة اللي ما كنخلصش فيها، ما نكذبش على الله سبحانه وتعالى، هو التران. الحمد لله. من غيره نكذب عليك. كاين المهم الطاكسيات، كاين اللي كيتعاطف معاك. كاين تيقول لك نوصلك. نوصلك فين ما بغي. واحد المرة تحية ليهم كبيرة، تحية لكل الناس اللي كيساعدوا هذه الفئة هذه، تحية ليهم كبيرة، وتنقول لهم سيدوا الناس خادمهم. لأن واحد المرة واحد الأخ قال لي لا ما كفاك الطاكسي نديك على ظهري. وراه الحمد لله، الحمد لله هذه هي الحوجات اللي كتزيدك أنك تستمر في الحياة وتكون طموح، أنك تكون صدقة جارية لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. الحمد لله كاين ولاد الناس، وكنتمنوا هذه الرسالة خويا الجواد يعني توصل للناس، يعني ذو القلوب الرحيمة، وكذلك الناس المسؤولين يعني باش يلتفتوا لجواد، لأن جواد يعني عنده يعني موهبات اللي هما موهبات جميلة صراحة الله. كنتمنى وكنتمنوا هذه الرسالة توصل، وكذلك القلوب الرحيمة يعني باش يحاولوا يتصلوا بجواد. كما قلت لكم الرقم ديال جواد اللي هو قال لكم الرقم هو 0015 71 42 04. يعني كنتمنى اي واحد يعني يحاول يتصل بجواد يقدم ليه المساعده، اللي ما قدرش يساعده يساعده غير بالبارطاج. جواد الكلمه الاخيره اللي غتوجه لهم، وكنتمنى توجه الرساله الاخيره وتختم لنا خويا بشي تلاوه القران، لان صراحه الله واحد الصوت اللي رائع، واحد الصوت لأن والله جالس حداك ولحمي كامل بورش عليا ملي تليتي آية القرآن. فضلا من الله سبحانه والله وتعالى. سبحان الله، إلا لحمي كامل بورش، ويعني صراحة الله الحمد لله ملي كتسمع القرآن القلب ديالك كيرتاح، الدازم ديالك كترتاح. الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل الله. خصوصا بالصوت الرائع اللي أنقولوا تبارك الله ما شاء الله، صوت يعني خاص الناس يلتفتوا لك جواد، لأن أنت يعني ما كتطلبش شي حاجة اللي هي كبيرة، كطلب يعني شي حاجه قليه من حقك. انا غادي اول رساله غنوجهها للمشاهدين الكرام اللي كيتابعونا عبر هذا اللايف، يدخلوا القناه ديال جواد الحداوي اللي في اليوتيوب ويشوفوا غير فيديو واحد، يشوفوا غير فيديو جواد، جواد الحداوي كتبوها بالعربيه، جواد الحداوي، جواد الحداوي الحداوي. كنتمنى باش تدخلوا القناه ديالو وتحاولوا تفاعلوا معاه ويشوفوا غير فيديو واحد، الا ما بكاهمش يعرفوا هادشي اللي كنقول فيه غير كذوب، يشوفوا غير المسالك اللي كتنقل في العربيه. انا قاصح لك، انا ملي تزيد القران الا كنت غنحط لك الميكرو وغنمشي ليا الدموع غرغروا ليا في عيني صراحه الله. يعني اخي الكريم انا راه ما جايش انا باش نزوق الهضره، ولا كنهضر من منطلق الواقع، لان ما عندي اشنو غندير حتى لا زوقت الهضره اش غنستافد منها. كنهضر من منطلق الواقع وكنهضر بحرقه، كنهضر من القلب ديالي، كنقول ها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين. قالك واحد والله الا بكاني هذا الولد، يعني صراحه الناس تفاعلوا معك يعني في الكومونتيرات، يعني قلت لك انا جالس حداك اخويا جواد، وملي تليتي ايه القران اقسم بالله الا كنت نخلي لك الميكرو غنمشي ليا نبدا نبكي، ولكن حاولت يعني باش نكمل معك الحوار. رساله للمسؤولين، انا غنعطيهم غنضرب لهم كمثال الولد اللي في قطر كيفاش بقى كل شيء كيتبهر به وكل شيء علاش؟ لانه عاطينه الاهتمام، عاطينه الاولويه، عاطينه الحق ديالو. شو كيفاش وصل وكيفاش كان نموذج وكيفاش انه زين الصوره ديال البلاد. وراه كذلك عطيونا الحق ديالنا وتشوفوا منا الحويجات اللي ترضيكم وترضي الله سبحانه وتعالى. راه ما كنطلب حتى شي حاجه اللي هي ما كايناش في الخيال، راه كنطلب تنطالب بشي حويج اللي هما منطقيا ومن الحق ديالي. اللي غادي نختم به ان شاء الله غنختم لكم بايات بينات من الذكر الحكيم، وهذه المره ان شاء الله غنتقل بكم سوره موسى عليه السلام. وخلينا نعاود لهم الرقم اخويا جواد، وكنتمنى يعني الرساله ديال جواد توصل للمسؤولين بمدينه وتزم، وحتى يعني المسؤولين بمدينه الرباط. سير اخويا جواد باش نختموا اخويا. الرقم الهاتفي ديالي اخويا هو 06 15 71 42 04. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أتري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إذا كانت من الرسالة ديال الجواد باش وصل جميع المسؤولين. إذا متابعي الكرام مبقى لي نقول لكم دمتم في رعاية الله.